مرحبا، هذه أنا دورا. الآن أنا صديقتكم دورا، أقوم بالرسم. ماذا تفعلون أنتم؟ هذا هو قردي الصغير، أريد أن أغسل ملابسه. هل أنتم تساعدون أمهاتكم في العمل؟ سأذهب في نزهة مع قردي الصغير، أريد منكم أن تأتوا معي، هيا بنا. لقد وصلنا إلى البحيرة، هنالك الكثير من الحيوانات التي تنظر إلينا، أشعر بسعادة غامرة. اليوم قررت أن أزور صديقاتي، وكان هنالك عيد ميلاد واحدة منهن، ولقد نزلت إلى المسرح لكي أتحدث وأغني معهن. اليوم أنا فعلا سعيدة، انظروا إلى كل هذه البالونات وكل هذا الديكور الذي عملته أنا وصديقاتي سوية بلا كلل ولا ملل. أخيرا جاء فصل الشتاء، ونحن الآن نحتفل بعيد الميلاد وشجرة الكريسماس. وقد أحضر أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وأصدقائي الكثير من الهدايا في هذا اليوم، أنا سعيدة جدا. نعم أنا حزينة، أنا أبكي، لقد لعبت بصورة خاطئة وقد جرحت يدي، إنها تؤلمني. قررت أن أذهب إلى المسرح وأن أنظر إلى مسرحية إلسا، ومن ثم اشتريت ملابس إلسا وقررت أن أقلدها، لكنني أحاول أن أغني ما كانت تغنيه فلم أستطع. قررت اليوم أن أذهب مع البقرة لكي أجمع بعض الحشائش وبعض الفاكهة، وكان هنالك الكثير من الطماطم والكثير من النباتات الأخرى، فقررت البقرة أن تجمع الطماطم معي. لقد استمتعنا كثيرا بوقتنا. بعد أن جمعنا الطماطم قررت أن أطبخ شيئا ما، وقد أحضرت القادة معي، أنا أحب المطبخ، ولكن عليكم أن تفعلوا هذا بوجود أمهاتكم أو أخواتكم الكبريات أو إخوانكم الكبار. لا تفعلوا هذا بمفردكم، فقد يكون شيئا خطر جدا. وبعد أن انتهينا من نزهتنا اليوم شعرت بالتعب، فأخذت قردي ووضعته في القفص. أحيانا هو يزعجني، ولكنه طيب القلب وأنا أحبه، لكني أريده أن يرتاح قليلا، غير أنه قد بدت عليه علامات الحزن. لكن ماذا أفعل؟ أمي لا تريده أن يقوم باللعب في كل البيت، فيجب أن أضعه في القفص. وأخيرا أنا أقوم بالاستحمام، أشعر بالراحة التامة هنا. هل تحبون الاستحمام مثلي؟ هل تعرفون أن الاستحمام يؤدي إلى الاسترخاء والراحة في البدن والراحة في العقل؟ عليكم الاستحمام كل يوم بعد أن تنتهوا من اللعب. إذا أعجبتكم قصتي وأنا دورا، أرجو الاشتراك في هذه القناة كي يصلكم كل ما هو جديد. تحياتي.